السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب مدارس اليسرى الخاصة للغات الصف الثاني الابتدائي. هنتكلم عن مادة اكتشف. المحور الأول بعنوان من أكون، الفصل الأول بعنوان يوم في حياتي. تعالوا نشوف إيه المشكلات اللي بتواجه نور في الصباح. أنا مشغول جدا كل يوم، أستعد أنا وأختي للمدرسة، تذهب أختي للحمام وأنتظرها لكي أستخدمه بعدها، تستغرق أختي سارة وقتا طويلا حتى تستعد، نتأخر بسببها أحيانا. يبقى أول مشكلة بتواجه نور إنها بتتأخر الصبح لأن أختها سارة بتتأخر في الحمام، بتاخد وقت طويل في الحمام. طيب تفتكروا إيه الحل؟ أخبرتنا أمي بضبط المؤقت، وبهذه الطريقة تسرع سارة في الاستعداد. يبقى الحل ان مامتهم قالت لهم يظبطوا الايه المؤقت علشان ما ياخدوش وقت طويل. نتناول افطارا سريعا قبل المغادرة. اعدت لنا جدتي طبق الفول، ما زلت اشعر بالجوع، تجهز لي جدتي سلطة فواكه ايضا. يبقى المشكلة التانية اللي بتواجهها نور هي ايه؟ ان هي بتفطر الصبح قبل ما تروح المدرسة وبتاكل فول، وبرغم من كده ان هي بتفضل حاسة بالجوع. طيب كان ايه الحل؟ الحل ان جدتها بتعمل لها سلطة فواكه. نذهب انا واختي سويا الى المدرسة سيرا على الاقدام. الطريق مزدحم جدا، لذا طلبت منها الإمساك بيدي لكي أحافظ على سلامتي وأشعر بالسعادة عندما أصل إلى المدرسة. أتساءل ماذا سنفعل اليوم؟ يبقى إيه المشكلة التالتة اللي بتواجه نور؟ إن هي بتروح المدرسة هي واختها مشي، وبيكون الطريق زحمة جدا. طيب إيه الحل؟ الحل إنها طلبت من أختها سارة، أختها الكبيرة، إنها تمسك في إيديها. ليه؟ علشان تحافظ على سلامتها. أكمل مخطط الأفكار. سجل ثلاث مشكلات تواجهها نور، ثم اكتب أو ارسم صورة تعبر عن حلها لهذه المشكلة. طيب أول مشكلة كانت بتواجه نور كانت إيه؟ أول مشكلة كانت بتقابل نور إن إيه؟ إن أختها سارة كانت بتستغرق وقت طويل حتى تستعد، ونور كانت بتتأخر بسببها. طيب فاكرين إيه الحل؟ الحل ان مامتهم قالت لهم يقوموا بضبط الايه المؤقت. طيب تاني مشكلة كانت نور بتواجهها هي انها كانت برغم انها بتفطر وبتاكل طبق الفول، بس كانت بتحس برضو ان هي جعانة. طيب كان ايه الحل؟ الحل ان جدتها كانت بتعمل لها سلطة فواكه. طيب ايه المشكلة التالتة اللي نور كانت بتواجهها؟ انها كانوا بيروحوا المدرسة ماشي هي واختها سارة، والطريق كان بيكون زحمة قوي، فهي كانت بتعمل ايه؟ كان ايه الحل للمشكلة دي؟ انها كانت بتطلب من اختها سارة انها تمسك في ايديها. مشكلتي وطريقة حلها. ارسم افكارك في مخطط المشكلة والحل، ثم اكتبها لمشاركة مشكلتك مع زملائك وكيف وصلت الى حلها. طيب كل واحد هيكتب ايه المشكلة اللي هو ممكن يكون بيواجهها في يومه. زي ايه مثلا؟ ممكن مثلا حد يقول ان هو ما بيعرفش يحل الواجب بتاعه لوحده. طيب ايه الحل؟ الحل ان مامته او باباه بيحل معاه الواجب ده، بيساعده في اداء واجباته المدرسية. او ممكن حد يقول انا ما بعرفش اصحى بدري للمدرسة، او بنام على الديسك في المدرسة. طيب تفتكروا ايه الحل؟ الحل ان هو ايه؟ ان هو ينام بدري. يبقى ايه المشكلة بتاعتي؟ ان انا لا استطيع الاستيقاظ مبكرا. طيب والحل اللي اقدر اعمله ايه؟ ان انا انام بدري، النوم مبكرا.